سلام. اهلا ازيك يا دكتور؟ معلم وليد. جاي في ميعاد بالظبط. عمرك ما بتقول كده يا استاذ. ده انا جايب لك المفاجاه اللي قلت لك عليها. امال ايه؟ محمد اقول. محمد اتفضلوا اهو. تشربوا ايه؟ كده كتاب يا جماعه. لازم تشربوا حاجه. الله يبارك فيك، انتوا شاربين. عملت ايه في الموضوع اللي قلت لك عليه ده؟ تعالى خالص. انت عارف يا دكتور اللي انا حطيت فلوسي كلها في الموضوع ده. انت ضامنه؟ اكيد ضامنه. بس بص يا معلم وليد، انا مش شايف قدامي معلم وليد، انا شايف قدامي حد تاني خالص. انا شايف وليد بيه عنده شركة انتاج وعنده مكتب شيك وبيتعامل مع ناس شيك، مستوى تاني خالص غير مستوى الورش والشحم والعربيات. يعني اخوك ده بيغني كويس؟ بيغني كويس زي سيد بليا كده. سيد بليا؟ سيد بليا مين؟ ده بيهيج بتاع عفارة. لا 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 لا، ده مستوى تاني خالص. اقل منه؟ تعالى ما تسمعهوش، تعالى ما تسمعهوش. حالا بالوقت تفهمني انا بالنسبة لك مين، وانا من قلبك من ايامك من كل حياتك فين. ما فيهاش بعد ولا يوم تاني، ضيعت معاك كل زماني. لو قلبك ما بقاش علشاني قول وانا هبعد عنك حالا حالا دلوقتي. حالا هتقولي مش هستنى، استنيت ياما كتير. ما فيهاش بعد ولا يوم تاني، ضيعت معاك كل زماني. لو قلبك ما بقاش علشاني قول وانا هبعد عنك حالا حالا دلوقتي. سيد بليا مين وبتاع مين؟ الله يرحمك. يعني اعتبر دي موافقه يا معلم وليد؟ اعتبرها موافقه. استنى مني تليفون. مفيش مشكله، وانا كنت ضرب تليفون. اي خدمه؟ الله يخليك. اهو الف سلامة. مرتون الف سلامة. خلي بالك. الله يرحمك. الحمد لله. السلام عليكم. السلام. ازيك يا محمد؟ في ايه؟ يا ابني انا مالي وش؟ في موضوع بقالي يومين بفكر فيه وعايز اخد رايك فيه ولو قلت اعمله. يعني انت لو قلت تعمله خلاص؟ كنت عايز اخد رايك فيه. اتفضل. انا نويت اشتغل في الفن. تشتغل في الفن؟ بتعرف ايه عن الفن؟ انت كده هتضيع نفسك وهتضيع فلوسك. اللي عاش طول عمره ابوه اتنين. انت عارف ان انا طول عمري بحب الفن. الله يسامح ابوه، هو اللي بعدني عنه ورماني وسط الشحم والعربيات. انا كان ممكن ابقى احسن منك، بس الفرق اللي بيني وبينك اللي انت اخترته وانا ما اخترتش اي حاجه. فضلت واقف جنب ابوه. ابوك ده اللي خلاك راجل محترم ومعاك فلوس دلوقتي. عايز تعرف الهل؟ هل؟ من امتى الفن هل؟ انا اثبت لك ان كلامي هو اللي صح. لما تبيع اللي وراك واللي قدامك ما تجيش من دليل. Thank you.
ألف مبروك يا وليد بيه. يبارك فيك يا دكتور. ما شاء الله، شركة شيك ومكتب شيك وقبها. هو ده وليد بيه اللي أنا كنت متخيله. وإيه الجرافطة الشيك دي؟ أنا جايب منها ثلاثة. مين ده؟ ده الأستاذ هاني الشعر. المهم خلينا في موضوعنا. بص يا دكتور، الأوله شر أخو نور، الشغل ما بيزعلش. لا طب دي شنطة جزاي وأصل أمانة هيتمدوا. أصل أمانة؟ ليه؟ أنت هتجيب ثلاجة؟ أنا لما كنت بطلع سواق بالعربية كنت بمضيها على وصل أمانة. تسمع الأغنية يا معلم وليد؟ مين ده؟ عايزني أنت أحط فلوسي وعمري ما تمديش. مفيش مشكلة معايا يا وليد دي. هات العقود اللي عندك ونقراها مع بعض. بس وادي العقد. شنطة العقد بتاعك؟ 10 سنين احتكار. ليه؟ شايلني بفلوسك؟ افرض انا عاوز اشتغل مع حد تاني. عايزني بعد ما اقف جنبك واكبرك تسيبني؟ امضى انا لو 15 سنة. مين ده؟ وليد بيه. مش عارف ليه. انا زي ما واثق فيك واثق في اخويا. وانا عشان خاطر منك يا دكتور هخلي العقد 5 سنين. كده بقى انا هكون على خط مصدق. بس في حاجه هتمضي يعني هتمضي.